وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجيه المشروعات في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس على الاستثمارات الهادفه الى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدره الصناعيه وتوفير فرص العمل. جاء خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والقائم باعمال محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والسيد حسن عبد الله القائم باعمال محافظ البنك المركزي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده والدكتور محمد معيط وزير الماليه والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري والسيد وليد سامي رئيس الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس واللواء اركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول استعراض نشاط مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد تم في هذا الاطار عرض خريطة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع اقامتها في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الاجانب فضلا. عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد، وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية للاستفادة من النتائج المثمرة التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ، كوب 27، في هذا الإطار. وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجيه المشروعات في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس على الاستثمارات الهادفه الى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدره الصناعيه وتوفير فرص العمل وذلك في اطار عمليه التنميه الشامله على مستوى الجمهوريه وكذلك توفير امدادات الطاقه الكهربائيه في هذا الاطار بالاضافه الى تعزيز الجهود القائمه لجذب الاستثمارات الاجنبيه الى المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس في مجال انتاج الطاقه النظيفه وذلك لتعظيم الاستفاده من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناه بما يساهم في ان تصبح من المناطق الرائده والجاذبه على مستوى العالم في هذه الصناعه البازغه